يتفانون في التخفي ويندسون بين الصفوف. ليسوا فلسطينيين كما يبدي مظهرهم، بل جنود إسرائيليون تلقوا تدريبات على مستوى عال من السرية. وعليهم أن يفهموا الثقافة والعقلية، وعليهم أن يفهموا القرآن. من المستعربون؟ وما أبرز حيلهم في اختراق صفوف الفلسطينيين؟ وكيف تصدت المقاومة لهم؟ المستعربون أو مستعربين بالعبرية كنية تطلق على وحدات إسرائيلية تتخفى بأقنعة عربية وفلسطينية لتنفيذ مهمات أمنية تستهدف أفراد المقاومة، فتنقض عليهم بشكل مفاجئ وبقوة السلاح. تسميهم إسرائيل وحدات خاصة للقضاء على الإرهاب، ويطلق عليهم الفلسطينيون فرق القتل المنظم. بالعادة هذه الوحدات تكون مغطاة بالجيش، يكون قوة تدخل جاهزة لإسنادهم ودعمهم أو إخراجهم في حالات الدخول في مناطق بين قوسين معادية. أيضا يسبقها عمل استخباراتي، تكون مهمتهم مرسومة بشكل مسبق وموضوع الأهداف ومسار العمل، وأيضا يتم تهيئة المسرح لهم أمنيا من قبل الشباك، وربما يكون مساعدين لهم من العملاء والجهات التي تخدم مع الأمن الإسرائيلي في المنطقة نفسها، يقودونهم ويوجهونهم. المستعربون المتخفون في العملية أو في الاتصالات اللاسلكية يدعون الملونين، أما الجنود الذين يرتدون الزي الرسمية فيدعون الخضر. الملونون هم العناصر المتخفية التي تشرع في الهجوم، والخضر هم قوة الدعم. يعود تاريخ ظهور المستعربين إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينما انخرطت التنظيمات الصهيونية الإرهابية مثل الليح والهاغانا وإيتسل في قتل الفلسطينيين والعرب قبل النكبة وتأسيس إسرائيل في عام 1948. تطورت أعمال المستعربين مع السنوات، إذ أصبح لكل جهاز أمني في إسرائيل وحداته الخاصة من المستعربين. وحدة مستعربين الشرطة لديهم مثلا وحدة جدعنين، هناك اليسام وهي تابعة لقيادة المنطقة الوسطى، هناك الشباك وهي تابعة للشباك، هناك سيارة متكال وهي تابعة لهيئة الأركان، هناك طبعا الدفدفان وهي وحدة تابعة لحرس الحدود. يجري اختيار عناصر المستعربين بعناية، ويخضعون لتدريبات مكثفة قد تمتد لأشهر وربما سنوات لإتقان اللغة العربية وتعلم القرآن وفهم العادات والتقاليد الفلسطينية. هذا صغير، هذا صغير، أنتم رزين وشريرين، هذا زي أنا كخ، ترى ما أنا سام. في 30 من يناير كانون الثاني عام 2024، تسللت وحدة من المستعربين إلى مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، وكان اللافت هو الطريقة التي تنكر بها أفرادها، إذ ارتدوا ثياب أطباء ونساء ورجال دين بطريقة لا تدع مجالا للشك في أنهم فلسطينيون. اغتال المستعربون في هذه العملية 3 شبان كانوا مطلوبين لإسرائيل، يعني ما قوات خاصة كانت بلباس مدني مختلف الألبسة. تم الاعتداء على الطاقم الطبي الموجود، لكن هو بصحة الحمد لله جيدة، ومن ثم تم استهداف الغرفة اللي متواجد فيها المريض وتم تصفيتهم 3. تتفاوت مهام المستعربين بين الاعتقال والاغتيال وفق الهدف وطبيعة المواجهة، عسكرية كانت أم لاختراق صفوف المدنيين ومظاهراتهم للقضاء على من يطلق عليهم الشباك اسم الخلايا، ولتحقيق هدف تتطلع إليه تل أبيب، هو استعادة نظرية الردع الإسرائيلية، ويعني إعطاء انطباع للمقاومين بأنه لا يوجد أي ملجأ آمن لهم في الضفة الغربية ويمكن الوصول لهم، مما يعني يجعلهم في حالة عدم استقرار وتنقل دائم، مما يعيق عملهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. رفض
رغم دقة عمليات وحدات المستعربين العسكرية والاستخباراتية، فإن عدداً منها باء بالفشل، إذ استطاع أفراد المقاومة الفلسطينية اكتشافها مرات عدة والاشتباك مع أفرادها، ملحقين إصابات محققة بصفوفهم. لكن في المقابل تسببت عمليات القوات الخاصة المستعربين في قتل مئات الفلسطينيين، بعضهم مدنيون باعتراف الاحتلال. وعلى الرغم من توثيق الكاميرات جرائم وحدات المستعربين ضد الأبرياء، فإنها لا تزال بعيدة عن المساءلة القانونية الدولية، ما يمنحها ضوءاً أخضر لمواصلة عملياتها.